السلام عليكم. فيديو اليوم حبيت شوي اغير عن محتوى القناة ونجرب مع بعض لعبة فيفا 24 نسخة الجوالات. طبعا راح اجربها لاول مرة معكم وراح نشوف كيف ناخذ رونالدينيو بشكل مجاني للجميع ونجرب نلعب مباراة ونشوف اللعبة بشكل عام. والمهم قبل بداية الفيديو بتمنى لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة واهم شي اللايك، لانه صراحة في فرق كبير بين المشاهدات واللايكات، فاهم شي اللايك، يا ريت تدعموا الفيديو وتنشروه لاصحابكم، وحساب الانستغرام موجود تحت الوصف. وبس خلونا نكمل. طبعا كالعاده من اول ما تشغل فيفا دخلوني على التدريب تسديد، اوه من اولها عارضه. طيب بدهم يعني اكثر من مره اجر كم 20 محاوله، اوف 19 دقيقه، لا تقول لي حيخلوني 19 دقيقه اجرب. طيب اتوقع بس اعبي الخط الاخضر هذا اللي فوق ال 1000 نقطه وبس. كم نقطه لازم اجيب بصراحه؟ فاتوقع ما بنقدر نلعب مع بعض اونلاين او شيء زي هيك. شوف الاحتفال بس، لا المشكلة انه بمنع المراوغة شوي، معروفة فيفا طبعا بالمراوغات، راوغ نحو المنطقة. طيب لا، طب كيف اراوغ؟ هيك خلاص؟ لا ما اخذتش ولا نقطة. يا اخوان والله ما سويت اشي. هاي عشان نركض. تمام يلا خلصنا، ننتقل لجزء ثاني. عملت لكم سكيب عن باقي التدريبات لانها الصراحه شغلات ممله، واعطوني شخصيه مستواها 67، الظاهر انه نرويجي يمكن. هس طبعا نشوف النادي. حلو، هسه حيدخلونا على النادي تبعي. وحاطين صوره سون كمان. هذا النادي 4-3-3، خطه هجوميه. حلو، لكن مجلس إدارة النادي، مستوى النادي لهسه 63، إن شاء الله مع بعض راح نوصل ل 90. هذا طبعا إذا كملت في اللعبة، ما أتوقعش صراحة إني كثير أكمل فيها، لكن إذا عجبتكم راح أكمل في اللعبة طبعا. لا أنا مانشستر، والله كان بدي مدريد. هالاند، نايس نايس، مدريد هم أفضل طبعا. بلشوها من دقيقة 65، 1-0 إلي. طيب هسه هاي طبعا تجربة أولى، فا تشتيت بالغلط، كان بدي تمرير صراحة. ركض وتدخل، وات فيني، أيوة أنا شغلي بينيات بس. الله شوف شوف الاحتفالية، شوف شوف 2-0. صح اني مدريد بحبه، بس شو بدي اسوي؟ دام بلعب مع مانشستر راح افوز. حلو حلو، عاملين هالاند 91، بس صراحة ما بعرف هل بقدر اخذهم لتشكيلتي الاساسية ولا. رودريجو بيلينغهام، انا مش عارف صراحة كيف اتدخل على اللاعبين. ايوه اتوقع ضغطتين او شيء، بس شوف دام سجلت هدف من اولها ظهر انه مستوى اللعب سهل، يمكن لعب الكمبيوتر سهل شوي بيكون. ايوه لما ترفع بينيه لفوق بيرفع عالي. حلو حلو، طلع معي. الله اجمل التمرير. يا اخي لعبتكم سهلة. برناردو سيلفا، شوف شو بدهم يعطونا بعد الفوز. تحرير المتجر، هسا عاد فتحت لي المتجر، يمكن منه بقدر اشتري الشخصيات. اخذت هذول اللاعبين او هيك صارت قيمتهم يمكن، ما بعرف. طبعا زي ما انتم ملاحظين ضايل لهذا الحدث 9 ايام، لا 15 يوم ضايل له، وبتغير بعد 9 ايام. صراحة مش فاهم، او بعد 9 ساعات يمكن. المهم هو الفكرة انك تسجل دخول يومي على اللعبة لمدة 7 ايام، واليوم السابع راح تاخذ فيه رونالدينيو. هسه عشان اليوم دخلت اخذت 1250، لما بكره اجي ادخل راح يعطوني اللاعب هذا اللي جنبه،
بعدين راح يعطوني جواهر قطع نقدية بعدين جواهر بعدين قطع نقدية بعدين جواهر، وبالأخير راح يعطونا رونالدينيو اللي مستواه 86. صراحة كثير ممتاز 86، مع أن رونالدينيو آيكون فبيستاهل أكثر. في خيار الدوري أبريقك من اللعبة مش باللاعبين الفريق اللي أنت اخترته، فالفيردي الكابتن. نشوف خطتنا هسا. يا سلام، رودريجو، فينيسيوس جونيور، بلينغهام. أنشيلوتي مختار صح. أوه هاي لازم تفوز. الله راح رودريجو. نايس. الهدف الأول بلينغهام. يا أخي هو الهداف أصلاً، هداف باللعب وهداف بالواقع. شوف الاحتفال. هو هذا الاحتفال عمله بالواقع ولا؟ صراحة ما أتوقع، أتوقع هذا الاحتفال من اللعبة بس. تدخل وركض، تدخل عنيف. أوف، لما تعمل يسار تعمل تدخل عنيف، في تدخل عادي. طيب طبعاً أنا نظام لعبي أصلاً في فيفا بشكل عام أو في بيس، بحب أبني لعب شوي وألعب مرتدات. هذول النظامين اللي بلعب فيهم. هاي بالغلط ترى مش مقصودة لكامافينجا، بس كامافينجا هو هل. كمان شايف انه نظام الحراسة في اللعب كويس، مش سهل. اوه هاي هجمة خطيرة والله، هجمة خطيرة والله. راح متسلل هذا كله. لا اوف، يلا كيف ضيعها. طيب كيف اطير الكرة؟ ايوه المقصود فيها تمريرة، بس صراحة ما بعرف كيف امرر او ارفع في لما تكون الكرة مع الحارس، او يمكن دائما رفعاتي بتيجي. كامافينجا ايوه، بدي ارفع انا. الله لو من ايامك يا رونالدو، لو رونالدو موجود كان شالها. فالفيردي فوق. لا فينيسيوس جونيور، بدي اعرف كيف اسوي مهارات، يعني المفروض فينيسيوس اقدر اسوي فيه مهارات كويس. قطعت الكرة. انتهى الشوط الأول وبلشنا الشوط الثاني. فينيسيوس جونيور ركلة البداية. تشواميني. شوف صراحة اللعبة هي حلوة يعني، عجبتني شوي أنا صراحة، بس تعرفوا مش كثير أجوائي ألعاب الكرة بشكل عام. الله يا تشواميني، بس بتمنى تعطيني رأيكم عن الفيديو تحت بالتعليقات، وإذا جربتوا اللعبة كمان احكولنا رأيكم، احكولنا أفكار عندكم، لأن صراحة أنا لسه ما بعرف إيش عن اللعبة ولا بعرف كيف أجيب لاعبين ثانيين، أو هل لازم إني بس أقعد أشغل اللعبة كل فترة وفترة يعطوني لاعب جديد وهكذا الحال، ولا كيف اللعبة؟ صراحة أنا ما بعرف، وما حدفع إشي على اللعبة ولا يمكن أستمر فيها كثير. لكن إذا عجبتكم وحبيتوا نستمر فيها راح نستمر، وإذا حبيتوا كمان نجرب ونكمل.